والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. باقة من الأخبار الاقتصادية وأخبار المال والأعمال بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا أميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك كاي فيشنر وممثل مجموعة ميرسك مصر هاني النادي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة ليلى الحارس، ووفد يضم عددا من الخبرات الفنية من الشركتين وحضور ممثلي وزارة الكهرباء وصندوق السيادية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة. ربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710 مليارات و813 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 84% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للبيع. بالنسبة للسعر، اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و32 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و10 قروش للشراء و22 جنيه و20 قرشا للبيع. بالنسبة لأسعار العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي نحو 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. في أسواق المعادن، النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1650 دولار للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 950 جنيه، بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1110 جنيهات وهو الأكثر مبيعا. أما عن عيار 24 وصل سعره إلى 1270 جنيه، بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8810 جنيهات. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط وسط ركود عالمي بأكثر من 2% بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياط الاستراتيجي وضخه في السوق الأمريكي، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط يوميا في البلاد. انخفض خام برنت بنسبة 2.4% ليسجل نحو 93 دولار و17 سنت للبرميل. تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% مسجلا نحو 86 دولارا و84 سنت للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.2% لتصل إلى 3 دولارات و5 سنتات للتر. في المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 36% لتسجل نحو 6 دولارات و42 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال رئيس وزراء لاتفيا إنه لا يوجد حل سحري لأسعار الطاقة المرتفعة، مؤكدا اعتماد تكتل الاتحاد الأوروبي على الواردات من الخارج. أشار رئيس وزراء لاتفيا إلى أن ذلك غير كاف، هو أن المستوى المقبل هو النظر فيما يستطيع الاتحاد عمله ككل، واصفا المقترحات التي قدمتها المفاوضات الأوروبية بهدف خفض أسعار الغاز بالأفضل على طاولة المفاوضات في الوقت الحالي. Also in their direction eventually towards NATO. But the war in that Russia is waging in Ukraine is having a negative effect, of course. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لأميرة ومحمد، لسكمل ما تبقى. شكرا لك فاطمة.